أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نناقش فيها مستجدات الوضع في سقطرى. فوجئت سقطرى اليوم باقتحام عشرات من عناصر الحزام الأمني المدعوم إماراتيا لمركزي شرطة النجدة والشامل في مدينة حديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى. قال مصدر خاص لقناة بلقيس إن العناصر اقتحمت مركزي الشرطة وقامت بنهبهما ومن ثم توزيع قطع السلاح على أتباعهم بتواطؤ من مدير الأمن المقال العميد علي أحمد الرجدهي، مشيرا إلى أن هذه العناصر المتمردة تلقت تدريبها في الإمارات. إلى ذلك دعت السلطات الحكومية في المحافظة عناصر الحزام الأمني ومدير الأمن المقال إلى الخروج من المرافق الأمنية وتسليم أنفسهم. قالت مصادر محلية إن العقيد فائز سعد الذي صدر قرار جمهوري بتعيينه أمس مديرا لشرطة المحافظة بدلا عن الرجده باشر مهامه بالتزامن مع محاولة التمرد التي يديرها سلفه المقال عبر عناصر تابعة للحزام الأمني المدعوم إماراتيا في المحافظة. أضافت المصادر أيضا أن قوات الأمن المدعومة من اللواء الأول مشاة تسيطر حاليا على منافذ حديبو وتقوم بمهمة الحماية للمرافق الحكومية. وبعودة سقطرى من جديد لواجهة الأحداث، يبرز التساؤل عما تريده الإمارات بتحريك هذه الورقة في هذا التوقيت. نناقش ذلك بعد هذا التقرير. من جديد تعود سقطرى للواجهة هذه المرة بعنوان محاولة تمرد أمني تقوده عناصر مدعومة من الإمارات، الأمر الذي يثير التساؤل عما تريده أبوظبي بهذه الخطوة وفي هذا التوقيت عبر أدواتها المحلية. وفقا لمصادر محلية، فإن مجاميع مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا اقتحمت مركزي شرطة النجدة والشامل في حديبو عاصمة المحافظة ونهبت محتوياتهما. المصادر قالت إن عملية الاقتحام قادها ضابط أمن سياسي سابق منحته الإمارات جنسيتها، وإن ذلك تم بتسهيل وتواطؤ من مدير أمن المحافظة المقال علي أحمد الرجدهي. هذه التطورات جاءت بعد صدور قرار جمهوري قضى بتعيين فائز سالم سعد مديرا لشرطة محافظة الأرخبيل بدلا عن الرجدهي المعروف بولائه للإمارات. ما حدث أربك المشهد الأمني في حديبو حدا دفع عشرات الأسر للنزوح تحسبا لأي تطور، خصوصا وأن مسلح الانتقال قاموا بتوزيع العديد من قطع السلاح بعد نهبه من مخازن الشرطة. محافظ محافظة أرخبيل سقطرى العائد مؤخرا من الرياض حضر بكل ثقله لدعم خطوات مدير الأمن الجديد لإدارة المشهد والسيطرة على الوضع من خلال غرفة عمليات أمنية مرتبطة بمديريات الأرخبيل. اللواء الأول مشاه كان عند مستوى الموقف وباشر بإغلاق منافذ حديبو، ومن ثم التقدم لدعم السلطات الأمنية في تأمين المؤسسات الحكومية ومنع أي توسع لأعمال الفوضى. مراقبون رأوا في عملية التمرد محاولة يائسة من أتباع الإمارات لتثبيت نفوذهم، معتبرين إقالة الرجدهي آخر مسمار في نعش المجلس الانتقالي في سقطرى. لنقاش أوسع ينضم إلينا عيسى بن مسلم ناشط سياسي. أهلا بك معنا سيد عيسى. أهلا بك. إذن كيف يمكن النظر إلى ما حدث في جزيرة سقطرى؟ هل يمكن اعتبار أن السيطرة على مركزي الشرطة مجرد ردة فعل على إقالة، أم أنه تمرد جديد يراد منه إيصال رسائل معينة؟ مساكم الله بالخير جميعا وعلى المشاهدين. ما حصل اليوم في أرخبيل سقطرى واقتحام لمركز أمني بمديرية حديبو هو محاولة تمرد وانقلاب على الشرعية وعلى التغييرات الحاصلة في إدارة الأمن. نعم، إذا هل لهذه التمرد كما ذكرت على الشرعية علاقة بدولة الإمارات وأجندتها في المحافظة؟ طبعا هذه الانقلابات ليست حديثة اللحظة. اليوم ما حصل نعتبره ما هو إلا مطية وجسر عبور يراد تمريره على الأخ العميد علي أحمد الرجدي الذي سبق وأن تعين في العام الماضي نتيجة أحداث التي تسببت بها
دولة الإمارات في مايو 2018. وبالتالي اليوم ما يحصل اليوم إنما هو عبارة عن انتقام ثأري لشخصية الرجل ومحاولة جده بإدخال مباشر مع الشرعية ومع الحكومة ومع المحافظ. وبالتالي أنا أتمنى من الأخ العميد علي الرجدي أن ينأى بنفسه عن الدخول في مثل هكذا أتون وتنقر صراعات المحافظة المسالمة إلى هذا المربع العنيف. ذكرت أنها قد تعتبر مجرد انتقام ثأري حسب تعريفك، لكن الأخبار تداولت أن الرجدي كان متواجد في الإمارات قبل أسابيع. هو الرجل صحيح أنه سافر إلى الإمارات وتم استمالته من قبل مندوبي الإمارات لتنفيذ مثلها هكذا خطوة التي حصلت. وكما أسلفت وأشرت أن ما حصل اليوم إنما هو جر الشاب الجديد الذي يمكن أن يكون له مستقبل سياسي، مستقبل واعد، مستقبل قيادي لإحراقه في هذه الظاهرة التي حصلت اليوم. وبالتالي أنا أراهن على أن يتم على أن يراجع الأخ علي أحمد الرجدي نفسه وأن يقدم سياسة العقل بعيدا عن سياسة ومنطق الصراع والعنف الذي يعني يراهن عليه الانتقالي وممثلا بمندوبي الإمارات الذين يريدون إحداث فوضى وشغب وإدخال جزيرة سقطرة آمنة مسالمة في أتون صراعات وفوضى دموية لا يحمد عقباها. نعم، باعتبارك أحد أعيان جزيرة سقطرى، كيف يمكن النظر للشارع السقطري مع هذه الأحداث الجديدة، خصوصا أن من قاموا بالاستيلاء على مركزي الشرطة قاموا بتوزيع أسلحة على المدنيين هناك وعلى أتباع هؤلاء العناصر؟ الشارع السقطري ينظر إلى الدولة ويتمسك بالدولة ويقف مع الدولة وإلى جانب الدولة وإلى صف الدولة. ما حدث اليوم ما هو عبارة عن نتوء وظاهرة غير مقبول بها في الشارع السقطري ولم يصح إلا الصحيح كما يقال. وبالتالي سيتم التعامل معها متى ما أرادت الدولة ومتى ما أرادت الأجهزة الأمنية والعسكرية يعني أن يتم تنفيذ النظام والقانون وإخراجهم من هذه الأجهزة من هذه الأماكن التي تمت السيطرة عليها منذ صباح اليوم. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد عيسى. أنتقل إلى ضيفي عبد الرقيب الهدياني المحلل السياسي. سيد عبد الرقيب، كيف يمكن فهم جديد الأحداث في جزيرة سقطرى، أيضا تحريك الورقة الأمنية في هذا التوقيت؟ ما الذي يعني كيف يمكن فهم هذه الأحداث من خلال منظورك أنت؟ مساء الخير، التحية لك أولا ولمتابعي القناة ولضيوفك. مرحبا بك. ما يحصل في سقطرى هي جولة ضمن جولات ومحاولة ضمن محاولات دولة الإمارات العربية المتحدة للسيطرة على جزيرة سقطرى. نعلم ونتابع وجميعنا يعني يعرف أن الإمارات يعني تكرس كل جهدها وكل عناصرها وأدواتها للاستفراد في سقطرى كما استفردت في عدن، ولكن أمامنا اليوم التفاف واضح من قبل أبناء سقطرى، من قبل معسكرات الحكومة الشرعية، من قبل مشايخ وقبائل وشخصيات سقطرى، التفافهم واضح حول يعني إلى جانب السلطة المحلية والمحافظ رمزي محروس والحكومة الشرعية والرئيس عبد الرب منصور هادي. هذه محاولات ستظل وتبقى باستمرار حتى يتم إنهاء يعني إغلاق الباب كاملا أمام. نعم، وكيف سيتم إغلاق هذا الباب أمام الإمارات طالما أن الحكومة الشرعية حتى الآن لم تحرك أي ورقة ولم يعني تحاول إخراج الإمارات من التحالف الذي جاء لدعم الشرعية بصورة واضحة وصريحة؟ نعم،
هنا 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 البيت القصيد. ما بقيت الإمارات تحت لافتة التحالف وفي إطار هذا التحالف الذي انحرف عن معركته والذي صار اليوم علامة للفوضى والعبث والخراب، اليوم حيثما تتواجد الإمارات وأدواتها يتواجد الخراب والعبث والاغتيالات والعبث الأمني وتقويض المؤسسات، عدم نموذج، وكما كانت في شبوة كما كانت في تعز اليوم كذلك في سقطرة. اليوم على الحكومة الشرعية أن تحسم أمرها، أن تخرج من دائرة الشكوى. هي لا زالت في دائرة الشكوى تشكو إلى السعودية إلى الأمم المتحدة يعني، وهذا مسلك يجب أن تغادره وأن تحسم أمرها. الإمارات لم تعد مفيدة في هذا الواقع. الإمارات أداة عبث وأداة تدمير وأداة تخريب تقوض الحكومة الشرعية. لم تعد اليوم معركة الإمارات مع الإنقلابيين في صنعاء، بل صارت اليوم معركتها مع الحكومة الشرعية في المحافظات المحررة. وبالتالي يجب أن تخرج من هذا التحالف وأن توضع الأمور في نصابها. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد عبد الرقيب. أرحب بضيفي من سقطرة الناشط السياسي عبد الله بداهن. أهلا بك معنا سيد عبد الله. دعنا في صورة جديد الأحداث والمستجدات على الساحة السقطرية. أهلا وسهلا. نعم، سقطرة اليوم للأسف تعود إلى ذات المربع نفسه الذي تسعى الإمارات في كل مرة أن تكرره من خلال أدواتها التي تتسلط جدار الاستنزاف والارتزاق من خلال الأعمال المناوئة للسلطات المحلية ولكل ما من شأنه استقرار سقطرة وحفظ أمنها وعدم الانجرار الى الفوضى. نعم، الفوضى الخلاقه. سيد عبد الله، يعني لم افهم من حديثك بالضبط، هل لا تزال هذه العناصر المتمرده داخل مركزي الشرطه ام ما الذي حدث؟ بالنسبه لتمركز تلك القوات الخارجه عن الطاعة وأمر السلطات المحلية والأمنية كانت بفعل الاعتراض والتأثر المباشر من القرار الرئاسي والجمهوري الذي صدر بتغيير وإقالة مدير الأمن مدير الشرطة السابق وتعيين بديلا عنه لأسباب واختلالات كانت قد طرأت أثناء غياب المحافظ. للأسف لم يملأ فراغها أو لم تملأ فراغها السلطات الأمنية، مما اضطر الجهات العليا والسلطات العليا لتغيير إدارة الشرطة التي هي بمثابة العمود الأول في استقرار سقطرة، خاصة في الجوانب الأمنية والتدخلات المباشرة في 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 تثبيت السلطات وتثبيتها عمليا على واقع الأرض. هؤلاء المتمردون الذين وقفوا مع التمرد هذا كانت نتائج متعاقبة لدعم إماراتي مستمر تجاه تكوين الميليشيات المتمثلة الحزام الأمني التابع لأداتها النافذة نحو الفوضى، ما يسمى بالمجلس الانتقالي. نعم، كما عرفتم في المحافظات المحررة خاصة الجنوبية منها. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد عبد الله. نعم، تفضل بالبقاء معي. أعود إليك سيد عيسى. إذن ما الذي أمام الحكومة الشرعية والسلطة المحلية في المحافظة لتثبيت الأمن وأيضا يعني محاولة عدم تكرار ما حدث؟ السيناريو الواضح اليوم هو يعني كل مرة تفاجئنا دولة الإمارات عبر مندوبيها اليوم
ما حصل بالامس في التربه واليوم في سقطره، هذه يعني سيناريوهات يراد لها ان يعني تقلق السكينه العامه وادخال المحافظات المحرره والمناطق المحرره في دوامه صراع واشغالها عن التنميه الحقيقيه وتوفير احتياجات ومستلزمات الناس الضروريه. وبالتالي امام الحكومه اليوم وامام السلطه المحليه بالمحافظه تثبيت وارساء دعائم الامن حتى يحس المجتمع السقطري والمجتمع اليمني ان هناك دوله حقيقيه ممثله امام شعبها لانها حارس مسؤوله عنه وحارسه له، توفر له الرعايه وتوفر له الامن كذلك. نعم. شكرا لك عيسى بن مسلم ناشط سياسي. أعود إليك ضيفي عبد الرقيب. هناك أنباء أفادت بوجود ما تسمى قوات الواجب السعودية، حسب يعني معلوماتك ما هي هذه القوات، ما دورها في المحافظة؟ طبعا قوات الواجب السعودية حضرت إلى سقطرة في الأزمة الأولى عندما كان رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر والذي وقف موقفا مشرفا آنذاك وقاد معركة الدولة ضد من ينتهكون السيادة من الإمارات. وحضرت لجنة سعودية عبارة عن قوات كحل، وهي الآن متواجدة في حديبو عاصمة محافظة سقطرة. وحسب معلوماتي الآن أن قائد قوات الواجب السعودي إلى جانب المحافظ رمزي محروس يديرون الأزمة من وسط عاصمة محافظة سقطرة في مدينة حديبو، وهو يسند القوات الحكومية والقرار قرار السلطة المحلية برفض هذه التدخلات. ولكن على استحياء المملكة العربية السعودية يعني تظهر بأنها تدعم الحكومة الشرعية كما فعلت في شبوة. نعم. إذا إلى أي مدى يمكن القول أن هذه القوات قوات الواجب السعودية كما ذكرت مأمونة الجانب مع جديد الأحداث على الساحة السقطرية؟ هناك تمرد ترعى الإمارات بصورة واضحة؟ فعلا يعني هذا الموقف السعودي المتباهي او الغير واضح في سواء في عدن او في شبوة او في ابين او في محافظات اخرى واليوم في سقطرة، يعني السعودية تقف اليوم وترى بام عينيها والامارات تعبث بهذه المحافظات. الاصل ما الذي جاء بالامارات الى سقطرة؟ يا إمارات جئت إلى اليمن في إطار التحالف الداعم للشرعية ولمحاربة الانقلاب، سقطرة في منأى في منطقة أخرى لا ليست لها ليست في هذا الإطار. وجود الإمارات والسعودية معا اليوم في سقطرة يعني علامة استفهام وشبهة. سقطرة لم يصل إليها الانقلاب وليس فيها إرهاب وليس فيها حتى وحوش مفترسة، مدينة جزر آمنة مستقرة منذ عشرات السنين. نعم. وبالتالي اليوم التحالف بشقيه السعودي والإماراتي في سقطرة هم جزء من المشكلة وهم الطارئ. نعم. الذي عبث بأمن وسكينة هذه الجزيرة. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد عبد الرقيب. سيد عبد الله، إذا ذكر سيد عبد الرقيب أن هذه الجزر جزر آمنة، بالتالي توزيع الأسلحة على المدنيين في المدينة، الخطورة المحتملة على النسيج الاجتماعي والبيئة المجتمعية التي تعيشها المدينة ودخول هذه الظاهرة الجديدة، ما مدى خطورتها؟ نعم، الخطورة المباشرة التي تحدثها تلك الاختراقات والاختلالات التي هي باشتعال فاعل من قبل الإمارات وأدواتها من المتزلجين والمتسلقين في للارتزاق للأسف، شأنها شأن أي اختلالات أمنية يمكن أن تحدث خروقات وتحدث أضرار مباشرة تمس حياة المجتمعات في أي منطقة من مناطق العالم. ولكن
بالأدق والأخص بالنسبة لسقطرة هي محمية عالمية تمتاز بالتنوع الحيوي النباتي والجغرافي والبحري والسكينة التي تمتاز بها من الأمن والاستقرار والتعايش المجتمعي الغير قابل أبدا للانجرار للفوضى على مدى عقود. ولكن الأثر الذي يمكن ونخاف منه أن يكون على سقطرة أما أن يكون سيطرة وفوضى وقتل فهذا مستبعد، لأن سقطرة ولله الحمد فيها رجال دولة ورجال قادرون على حمايتها، ولكن تستطيع الإمارات وأدواتها للأسف بمثل هذه الأفعال إيجاد شرخ مجتمعي وإيجاد اختلالات أمنية نوعا ما على الواقع وعلى حياة الناس. ولكن أيضا الأخطر من ذلك وربما تريده الإمارات. نعم سيد عبد الله، يعني المعلومات تفيد بتواجد من 600 إلى 800 مجند يتبعون الإمارات. كيف يمكن يعني الرؤية إلى أين تتجه هذه الأمور بتواجد هذا العدد الكبير داخل الجزيرة؟ نعم دعني أكمل لك الكلام فيما يخص التأثير المباشر على سقطرة الآمنة من هذه الاختلالات. ما يخص سقطرة وتريده الإمارات باعتقادي هو أن تصبح سقطرة غير ملائمة لبقائها في منظومة المناطق التي مسجلة ضمن مؤسسة التراث العالمي أو منظمة التراث العالمي اليونسكو، لأن المناطق التي تكون فيها الحروب والقلاقل الأمنية وهكذا فإنها تستبعد في الغالب من هذه المنظومة. نعم. منظومة التراث العالمي اليونسكو. نعم شكرا لك. لذلك الإمارات بهذه الأفاعيل لأنها تعرف مدى ردة الفعل الدولية ومنظماتها تجاه أي اختلالات أمنية في سقطرة، لذلك هي تعجل بمثل هذه الأعمال للإضرار بهذا الجانب الحساس. نعم. الذي تتميز به سقطرة وتتمتع به، وبالتالي يعكس عليها مزيد من عين المراقبة الدولية التي ستكون. نعم. عامية لها بإذن الله، بالإضافة إلى أبنائها ورجالها المخلصين. نعم شكرا لك عبد الله بداهن الناشط السياسي من سقطرة. أعود إليك سيد عبد الرقيب، إذن هناك سؤال، لماذا لا تفعل السلطة المحلية بشكل كبير قوات اللواء الأول مشافي الجزيرة بحيث يتم منع تكرار مثل هذه الأحداث وأيضا منع وقمع التمردات؟ طبعا دعيني أشير إلى نقطة مهمة، أن كانت هناك السلطة المحلية بقيادة رمزي محروس والسلطة العسكرية بالألوية الموجودة في سقطرة كانت صمام أمان للحكومة الشرعية هناك، وكان الباب مفتوحا للإمارات عبر الأمن وعبر مدير الأمن. استطاع المحافظ خلال زيارته الأخيرة إلى الرياض بانتزاع قرار من الرئيس عبد الرب المنصور هادي بتغيير مدير الأمن، وهذا الذي جن جنون الإمارات وقسم ظهر البعير وجاءت اليوم لتحرك أدواتها. المحافظ الوطني رمزي محروس بتغيير مدير الأمن أغلق الباب أمام الإمارات وأمام أدواتها، وبالتالي تكتمل السلطة المحلية مع السلطة العسكرية مع السلطة الأمنية، وهذا الذي وصل إليه وهذا الذي حرك الإمارات اليوم. لكن جميعنا يعلم أن هناك تلاحم شعبي وقوة حية موجودة في سقطرة ترفض الإمارات لديها أشواء نحو الدولة ونحو مؤسسات الدولة، وسبق أن خاضت جولات مع الإمارات وهزمتها في أكثر من جولة. اليوم الإمارات تغلق الأبواب أمامها وأمام أدواتها وأمام مرتزقتها، وستعود سقطرة آمنة مستقرة في حضن الدولة ويهتف أبناؤها لليمن، ولن تجد الإمارات مكانا لها. اليوم الإمارة استطاعت السلطة المحلية اليوم أن تسور مدينة حديبو بتغيير مدير الأمن
الذي كان يعمل لصالح الإمارات، وبالتالي نأمل ونرجو. نعم سيد عبد الرقيب، كيف يمكن التفاؤل من خلال كلامك؟ يعني هناك لمحة من التفاؤل بأن الأمور ستتجه في يعني نطاقها المتعارف عليه، لكن توزيع السلاح داخل الجزيرة يهدد أو ينافي هذا التفاؤل. صحيح، لكن لا زلنا نؤمل بوعي ابناء سقطرى. هناك يعني حاضنه شعبيه كبيره للسلطه المحليه للمحافظ محروس، وقامت بمظاهرات سلميه ورفعت لافتات اليمن وهتفوا لليمن ورفضوا التدخلات الخارجيه وهتفوا ضد الامارات. وعي ابناء سقطرى سيفشل هذه المحاولات التي تسعى اليها الامارات في ادخال سقطرى هذه المدينه الامنه التي لم تسجل طوال عشرات السنين اي حادثه اغتيال او حادثه قتل، الا عندما جاءت الامارات تريد ان تخرج بها عن طبيعتها، ولكن وعي ابناء سقطرى سيفشلون هذه المخططات. نعم، عبد الرقيب الهدياني اكتفي بهذا القدر، شكرا جزيلا لك، الصحفي والمحلل السياسي كنت معي من عدن، ايضا اشكر ضيوفي عيسى بن مسلم احد اعيان او ناشط سياسي وايضا احد اعيان جزيره سقطرى، ايضا عبد الله بداهن الناشط السياسي من سقطرى، شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، كل التحايا مني ومن معد هذه الحلقة وديع عطاء وأيضا من الزملاء في الكنترول، إلى اللقاء.